السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلاب، سر مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين أن تقدم لكم الدروس المصورة للصف الرابع الابتدائي. درس جديد من دروس اللغة العربية، وهو من مهارة الكلمة والجملة، وهو بعنوان ظرف الزمان وظرف المكان. نفتح الكتاب المدرسي أبطال صف 28، نقرأ سويا. بينما كان الأب يقرأ كتابا إذ دخل راشد وإخوته قبل العصر، ووضعوا حقائبهم فوق مكاتبهم، وجلسوا كعادتهم أمام طاولة الطعام يتجاذبون أطراف الحديث عن مدن قطرة. وبعد تناول الطعام سألهم والدهم عن مدينة تقع بين الدوحة والخور، وتشتهر بوجود برج برزان فيها. تردد راشد في الإجابة خوفا من الخطأ، ولكنه رد بثقة: إنها مدينة أم صلال التي أسسها الشيخ محمد بن جاسم. هذه أبطال صورة برج ورزان موجود في مدينة أم صلال. ما العادة التي تمارسها الأسرة؟ ما العادة يا أبطال؟ سريعا، أحسنتم. عندما يجلسون يتجاذبون أطراف الحديث. ما البرج الذي تحدثت عنه الأسرة؟ هو برج برزان. هنا أبطال نتكامل مع مادة الدراسات الاجتماعية، حول يعني تذهب إلى معلمك في مادة الدراسات الاجتماعية، وتذهب وتسأله عن المعالم الأخرى الموجودة في مدينة أم صلال، أيضا بعض المعلومات عن فوائد برج برزان، وهذا يعزز الهوية الوطنية. هنا يا أبطال نلاحظ في هذه الجملة هناك بعض الأسئلة. الكلمات الملونة يا أبطال هنا هي أسماء أم أفعال أم حروف؟ أحسنتم، هي بالطبيعة أسماء، لكن هناك كلمات ملونة باللون الأحمر وكلمات ملونة باللون الأزرق. بينما نسأل عن الكلمات الملونة باللون الأحمر مثل فوق، أمام، بين. أحسنتم، هي تدل على المكان، لذلك يمكن أن نسأل سؤالا يبدأ بالمكان. نسأل عنه: أنت تسكن في الدوحة؟ نقول: أين تسكن؟ إذا يبدأ بأين، وتكون هذه الإجابة. أين وضع الطلاب حقائبهم؟ فوق مكاتبهم. أين جلسوا؟ جلسوا أمام طاولة الطعام. أين تقع هذه المدينة؟ تقع بين الدوحة والخور، وهكذا. الكلمات الملونة باللون الأزرق للأبطال، بينما وقبل وبعد، هذه تدل، أحسنتم، تدل على الزمان. ونسأل عن بالزمان يا أبطال، نسأل عنه بمتى. متى مثلا نقول: متى دخلوا ودخل الرشد وإخوته قبل العصر. أيضا متى تحدثوا؟ بعد تناول الطعام، لغير ذلك. هنا نصنف بعض الجمل. بينما كان الأب يقرأ كتابا، بينما هذا الوقت، هذا الظرف، ندل هذا الظرف هنا كلمة بينما، ونوعه ظرف زمان. دخل راشد وإخوته بعد العصر، بعد، أحسنتم، بعد هو الظرف وظرف زمان. وضعوا حقائبهم فوق، إذن هذا ظرف مكان، أحسنتم. جلس راشد وأخوته أمام هنا ظرف مكان. بعد تناول الطعام تجاذبوا، بعد تناول، أحسنتم، بعد هو ظرف زمان. المدينة تقع بين الخور والدوحة، هو ظرف مكان. هذه يا أبطال كل الظروف الموجودة في داخل هذه الفقرة. نستنتج يا أبطال قواعد الدرس أن الظرف الزمن هو اسم يبين زمان حدوث الفعل في جملة، في الجملة، مثل قبل وبعد وبينما. والظرف المكان هو اسم يبين مكان حدوث الفعل، مكان حدوث، ولي ويعني يبين المكان وليس هو المكان. يعني نقول فوق الأرض، الأرض مكان، لكنه يبين مكان حدوث، يعني في المكان وفي هناك الحدث، المكان والحدث، فوق وتحت وأمام وخلف وبين. في التدريب رقم 1 يا أبطال في صفحة 30، نقرأ الفقرة لنضع خطا تحت الظرف. بينما
امسك قلمك يا بطل ونقرأ بينما أنتظر دخول حديقة الحيوان. أحسنتم، بينما رأيت القردة فوق الأشجار، أحسنتم، فوق ظرف مكان، والعصافير بين الأزهار، أحسنتم، بين ظرف مكان أيضا، وعندما وصلت البحيرة رأيت التمساح يغوص تحت الماء، أحسنتم، تحت ظرف مكان، ثم وقفت أمام بيت الأسد، أحسنتم، ظرف مكان دون خوف، والتقطت بعض الصور وقبل الغروب، أحسنتم، قبل وظرف زمان، حزمت أمتعتي وخرجت والسعادة تملأ قلبي. هذه إذن يا أبطال كل الظروف الموجودة في هذه الفقرة. هنا يا أبطال لدينا تدريب إسرائيلي، متى يتوضأ المسلم يا أبطال؟ يتوضأ قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ أحسنتم، يتوضأ المسلم قبل الصلاة. ما الظرف الموجود هنا يا أبطال؟ أحسنتم، هو الظرف، هو كلمة قبل وهو ظرف، أحسنتم، ظرف زمن. أين يقف العصفور يا أبطال؟ يقف العصفور فوق الغصن، يقف العصفور فوق الغصن وهو ظرف، أحسنتم، هو ظرف مكان. إذن قبل ظرف زمان وفوق ظرف مكان. في التدريب الثاني يا أبطال صنف ما تحته خط إلى ظرف زمان وظرف مكان وفق الجدول التالي. نضع يا أبطال الكلمة التي نستخرجها في الجدول. هنا يجري اللاعب خلف الكرة، خلف الكرة، إذن يا أبطال هنا هذا ظرف، أحسنتم، هو ظرف مكان. يفطر الصائم بعد أذان المغرب، يستمع الأذان ثم يفطر، أحسنتم، هو ظرف زمان. صافحت منافسي قبل انطلاق السباق، قبل، أحسنتم، هو ظرف زمان. وأيضا نصافح بعد النهاية، إذا فزت أنا أو هو الفائز لابد أن نتقبل ذلك بروح رياضية. يقف حكم المرة بين، يقف بين فريقين، إذن هو ظرف مكان، يقف بين مكان الوقوف. الثالث يا أبطال في نفس الصفحة، أكمل الفراغ في الجمل الآتية بظرف مناسب. يقع الوادي، إذا سألت معلم الدراسات الاجتماعية ستعرف أن الوادي هو المكان المنخفض بين جبلين، أحسنتم، إذن هو بين. أصلي أمام الإمام أم خلف الأبطال؟ إذا سألت معلم التربية الإسلامية ستعرف أنه أصلي، وإذا كل هذه الأشياء نعرفها جيدا، نحن نحافظ على الصلاة دائما، أصلي خلف الإمام. كنت أقرأ سمعت الجرس، هناك حدثين يا أبطال، كنت أقرأ سمعت، هذا الظرف نستخدم فيه غالبا هو الظرف بينما، بينما كنت أقرأ سمعت الجرس، بينما أذاكر نادت علي أمي. وقعت حادثة الفيل ظهور الإسلام، قبل ظهور الإسلام أم بعد؟ حادثة الفيل يا أبطال لو سألت معلم الشرعية ودرستوها في الصف الأول ابتدائي، سأنتم ستعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، إذن وبعدها بأربعين عاما ظهر الإسلام، إذن الحادثة وقعت قبل ظهور الإسلام. توضع أنابيب المياه، الطبيعي أن توضع أنابيب المياه فوق أم تحت الأرض يا أبطال؟ أحسنتم، توضع تحت الأرض، لكن في بعض الأوقات نضعها فوق الأرض لبعض الوقت ثم نقوم بدفنها في داخل الأرض. في التدريب الرابع وظف كل ظرف من الظروف الآتية في جملة مفيدة من إنشاء. يا أبطال إذا أراد توظيف نأتي بجملة من عندنا، يعني تحت، يعني مثلا تقول أجلس تحت الطاولة، لكن ليس شيئا طبيعيا أن تجلس تحت الطاولة، لكن ممكن تكون تجلس تحت الشجرة، تحت الشجرة وهكذا، لابد أن تكون جملة مفيدة. يجلس الطالب تحت الشجرة، أحسنتم، بينما، بينما يا أبطال قلنا أنه بينما تفعل كذا، بينما تأتي في البداية، بينما تفعل كذا حصل شيء آخر. بينما كنت أتسوق سمعت صوت الأذان، أحسنتم، وعندما نسمع صوت الأذان لابد أن نردد مثل ما يقول الأذان المؤذن. قبل يا أبطال، أحسنتم، هو ظرف زمان، عدت قبل المغرب، أو دخل المعلم الصف قبل التلاميذ إلى غير ذلك، عدت إلى مدرستي قبل أذان العصر أو قبل الساعة الثانية، وأنام قبل الساعة الثامنة مساء أو التاسعة.
بهذه التدريبات يا أبطال جئنا لختام درسنا، ونذكر فيه بحل الواجب، هو حل الواجب الإلكتروني، ونقوم بتوظيف بعض ظروف الزمان والمكان في جمل من تعبيرك يا عزيزي الطالب. هذا انتهى درس اليوم، سائلين الله لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.